كابتن حماده عبد الباري مدير جهاز كره اليد بنادي الزمالك معانا على الهاتف. كابتن حماده مساء الانوار يا كابتن. ايوه مساء الخير يا كابتن حماده. ايه اللي حصل النهارده قول لي؟ انا على فكره عندي فيديو مصور صوت وصوره حابب اسمع منك. انا هبعت لك الموضوع بكل تفاصيله. اتفضل يا كابتن. اساسا المباراتين النهارده كان في مباراه للمرتبط، مباراه للدرجه الاولى، المباراتين طبقا لجدول الاتحاد المصري لكره اليد على ملعب نادي الزمالك، على صاله نادي الزمالك. نعم خلاص. اي امن الجيزه رفض ان احنا نلعب على صاله نادي الزمالك الجديده. الجديده التي لم تفتتح رسميا. امن الجيزه رفض ان هي ان احنا نلعب المباراه على هذه الصاله. نعم ليه؟ لان قال لك ما فيهاش ادوات الحريق. لكن احنا لما كلمنا مديرية امن الجيزة قلنا هنجيب عربيات المطافي ويبقى برضو العملية مؤمنة. رفضت مديرية امن الجيزة هذا الكلام. ادارة الدفاع المدني. اوكي؟ نعم. فطلبنا ان احنا نلعب الماتش على استاد القاهرة. صالة استاد القاهرة عشان ده ماتشنا. نعم. فالاستاد رفض ان احنا نلعب على صالة استاد القاهرة. فنادي الاهلي قلنا هنلعب في شبين الكوم، يعني ناخد نختار صالة شبين الكوم ونروح نلعب فيها. النادي الاهلي بعت لنا قال لنا او اتصلوا بيا تليفونين الكابتن احمد حافظ والكابتن نزار. نعم. فوافقنا ان احنا نلعب المباراه الدور الاولاني على ملعبهم ومباراه الدور الثاني على صاله نادي الزمالك. شيء محترم من الجانبين. عندنا صاله؟ لا احنا عندنا صاله وصاله جميله جدا وكويسه جدا وتنفع لكل مباراه ويا ريت الناس تيجي تصورها. تمام. دي نمره واحد. نمره اثنين. اتفقنا ان احنا نلعب مباراه على النادي الاهلي. النهارده الصبح جالنا تليفون من الكابتن رؤوف قال ان احنا هنعمل التذاكر ب 20 جنيه. مين الكابتن رؤوف؟ كابتن رؤوف عبد القادر اللي هو مدير النشاط الرياضي بتاع النادي الاهلي. اوكي. وكلم اللواء اسماعيل محمد علي اللي هو مدير نادي مدير الاتحاد المصري لكره اليد. وقال له هذا الكلام. بالصدفه انا كنت موجود في الاتحاد فقلت له لا احنا ما نقدرش نعملها ب 20 جنيه اللي هي المعامله بالمثل، نعملها بخمسه عشان عمليه تنظيميه ويبقى المعامله بالمثل. فالمهم اتفقنا على انها تبقى الدخول مجانا للجمهور والناحيه اليمين لجمهور نادي الزمالك والجهه المقابله يعني المقصوره والجهه اللي فوقيها النادي الاهلي واحنا الجهه المقابله للمقصوره. اوكي. اللي حصل بالظبط سعادتك في مباراه المرتبط اللي هي قبل مباراه الدرجه الاولى مدرجات كلها مليانه في النادي الاهلي. في جماهير النادي الاهلي. عشان كده برضه انا ما بلومش الشرطه، خلي بال سعادتك عشان الامور تبقى واضحه. نعم. الشرطه لما جه جمهور نادي الزمالك على مباراه الدرجه الاولى رفضوا يدخلوا الجمهور. رفضوا يدخلوا الجمهور. فبالتالي الجمهور بقى بره في الشارع. الشرطه بتبعدهم عن النادي الاهلي. والجمهور جوه الجمهور جوه مليان على الاخر. جمهور جوه مليان. محفوظ على حوالي 30 واحد من الجمهور بتاع نادي الزمالك. اساسا منهم حوالي 22 اتقبض عليهم جوه النادي الاهلي سعادتك. يعني سعادتك دول منهم اثنين لعيبه. اثنين لعيبه بتوع مرتبط. يعني اللعيبه اللي جوه واقفه مالهاش ولا في اي حاجه اتمسكوا واتقالوا ان دول اللي عاملين اشتغل. اللي كسروا وعملوا الحاجات دي كلها جيلوا ومحدش مسك حد فيهم منهم خالص. من جمهور الزمالك. انا كنت جوه الملعب وانا قلت للامن بتاع النادي الاهلي والامن وللشرطه ان الموضوع ده هيعمل مشكله، يعني انك انت تمنع جمهور نادي الزمالك ده مشكله، المفروض تفضي مدرج النادي الاهلي من تفضي مدرج جمهور مدرج نادي الزمالك من جمهور النادي الاهلي والناس تخش. فطبعا ما حصلش هذا الكلام وحصل اللي حصل فعلا. جاء رد عدم دخول. عايز اقول لك حاجه يا كابتن. اتفضل يا محمد. هو طبعا انت شرحت شرح وافي وكافي واعتقد انا فهمته ومن المؤكد كل اللي سمعه حضرتك فهمه. انا بأحمل الاتفاق اللي تم بينك وبين النادي الاهلي المسؤوليه كامله. قول لي ليه؟ ليه يا فندم؟ مساله ان انت تعمل مباراه بالمجان انت ما قدرتش تعمل اي توزيع اطلاقا للموضوع، كان الصح ولو حتى بجنين تقترح 5 جنيه. ما انا بقول لحضرتك الاهلي رد عليا. انا هكمل لحضرتك يا استاذ مدحت. انا قلت ندخل الجمهور عشان تبقى عمليه تنظيميه نعمل التذكره ب 5 جنيه. رد عليا الاستاذ الكابتن رؤوف قال لي لا المطبوع عندنا 20 جنيه.
كابتن حمدي دلوقتي انا 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 عايز اقول لحضرتك اولا مثل هذه الامور ما تتمش النهارده والمباراه النهارده مفروض من خمس ست ايام هذه المباراه مفترض ان هي بقت مباراه النادي الاهلي مظبوط أيوة. كده والمباراه اللي جايه اللي هي كانت مباراته النهارده هتبقى مباراه كنتوا على ملعب الزمالك أيوة. اصبح النادي الاهلي هو المنظم وهو المسؤول عن طبع التذاكر كان الوضع الطبيعي ان يتحط لها قيمه وفقا لرؤيه النادي الاهلي هو حر ما انت عندك انت حر في ملعبك وهو حر في ملعبه دي مباراته ودي مباراتك وحضرتك تشتري تذاكر بالجزء بتاع حضرتك 100 تذكره 200 تذكره 1000 تذكره 2000 تذكره يتباعوا في النادي الزمالك لجمهور نادي الزمالك وهو يبيع لجمهور لكن النهارده انا داخل لا انا لابس تيشيرت ابيض ولا احمر انت هتعرف انا رايح اهلي ولا زمالك ازاي كلام سعادتك مظبوط ما انا فوجئت سعادتك هو قال هشوف هنتصرف في الموضوع ده وفوجئت الساعه 3:30 ان الموضوع ببلاش الناس بتقولها ببلاش ما احنا اتكلمنا على اساس ان هو غلط وده غلط وده غلط دي مش مشكله نادي الزمالك طيب خلينا نسال الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي كابتن رؤوف مساء الانوار يا كابتن مساء الخير يا كابتن مدحت يعني حضرتك اكيد سامع الحوار حابب اسمع منك يعني هو يعني سمعت المقطع الاخير نعم لكن اللي انا عايز اقوله ان يعني جرت اتصال بيننا وبين نادي الزمالك صباح اليوم احنا بالطبع طبعنا تذاكر للمباراة ولكن علمتنا التجارب اللي فاتت ان بتيجي قبل مباراة بنص ساعة او ساعة بيجي الجمهور بتاع الفريق المنافس مش متعود ان الالعاب الاخرى غير كرة القدم دي بقى ليها تذاكر يبتدي يضغط بيحصل ضغط من المسؤولين بتوع النادي بيضغط علينا ويقول لنا لازم ندخل الجمهور طب نعمل ايه وفي الاخر بنضطر تحت الضغط ان احنا نفتح بوابات النادي بالمجان فاتصلنا بنادي الزمالك الصبح الكابتن محرم الراغب كلم كابتن اللي هو علاء مقلب وقال له ان احنا طالعين تذاكر قال عايزين تذاكر معينه ليكوا فكان الاتفاق ان لا ممكن تفتحوا الابواب للجمهور مقابل المباراه الثانيه اللي هتكون في نادي الزمالك هتبقى المعامله بالمثل وتم الاتفاق على هذا. طب ازاي يا كابتن رؤوف هتحكم الجمهور بتاع الزمالك النهارده؟ هل حضرتك عارف مين جمهور الاهلي؟ واحد لابس عادي وداخل قال لك انا اهلي او انا زمالك هو قال لك انا زمالك وطلع اهلي او العكس هتحكمها ازاي؟ احنا حضرتك بيبقى فيه بوسين مفتوح بوابه مكتوب عليها جمهور الزمالك وبوابه مكتوب عليها جمهور الاهلي كويس وكل واحد هو داخل عارف يعني مش ممكن هكون انا بشجع النادي الاهلي وهروح عند جمهور الزمالك طب ايه اللي حصل؟ طب ليه جمهور الزمالك ما دخلش مدرجات؟ حقيقي احنا كنا في المباراة المرتبط كانت الساعة 5 وكلنا من الساعة 4:30 كنا موجودين جوه الصالة يعني احنا ما عرفناش بكل الاحداث دي الا بعد يعني مثلا بعد ما انتهت بحوالي نص ساعة او ساعة لان كانت المباراة شغالة واحنا اساسا ما طلعناش من الصالة من الساعة 5 يعني واحنا موجودين داخل الصالة يعني طب حضرتك وانت جوه الصالة كابتن رؤوف هل مدرجات الزمالك كانت فاضية وتنتظر مشجعيها؟ هو الحقيقه يعني كان في جمهور لنادي الزمالك بس لو حضرتك تقصد الالتراس ما كانش فيه له وجود لا ايا كان الجمهور عدد الجمهور مدرجات المخصصات نراجع تسجيلات التلفزيون في مدرج كامل يعني في الناحيه الامام المقصوره بيه كامل تم حجزها الجمهور نادي الزمالك حتى كان فيه ناس من الالتراس وجمهور النادي الاهلي لم يستطيعوا مشاهده المباراه ورفض الامن دخول هذه الجماهير في مدرجات نادي الزمالك ولكن عايز اقول لحضرتك يعني اكثر من نص مدرجات نادي الزمالك كانت مليانه يعني مليانه بعائلات ومليانه اللي هم مشجعين نادي الزمالك العاديين اللي هم مش من الالتراس يعني هل كان في تحفظات على الالتراس يا كابتن رؤوف؟ ده شيء يخص الامن احنا كنادي كان عندنا استعداد اي حد وفتحنا بابنا ومكتوب عليه جماهير نادي الزمالك بالعكس يعني ما يعني احنا كنا مرحبين وما كناش كلمنا الصبح يعني المسؤولين في نادي الزمالك وطلبنا منهم الاتفاق على دخول جماهيرهم يعني احنا بالنسبه لنا اعتقد ان يعني اللي انا سمعته يعني الامن في حاجه معينه الالتراس هم داخلين مثلا هل مثلا كان معاهم حاجات او حاجه الله اعلم ايه هو سبب منعهم وليس امن النادي الاهلي ولا إدارة النادي الأهلي الذي منع الجماهير من الدخول هو الأمن. أشكرك كابتن رؤوف، اتفضل يا كابتن حمدي اتفضل. أنا عاوز بس أقول لسعادتك حاجة صغيرة، طبعًا كلام كابتن رؤوف كله مظبوط. نعم. كلام سعادتك يعني كله تمام ولكن يمكن هو قال لك إن المدرج بتاع نادي الزمالك كان فيه عائلات. فعلًا كان فيه عائلات لكن
العائلات دي اساس. ما انا بقول لسعادتك المدرجين مليانين جماهير النادي الاهلي. احنا كان ممكن مثلا تقول عن اعدادنا حوالي 40 واحد. نعم. اللي هو مثلا مين؟ حرم فلان، مامة فلان، كده. مش اكتر من كده، ده 40 واحد، لكن الجمهور بتاع نادي الزمالك ما دخلش. خد بقى الكلام الثاني وده الاصعب سعادتك. وده الاصعب. سعادتك الجمهور اللي كسر الدنيا بره زي ما هم قالوا وشافوا وشفنا. خلاص جمهور اللي هو بيقولوا عليه جمهور نادي الزمالك اساسا، كمان كان في جمهور برضه بقى عاوز برضه عيد الموضوع اللي ساعات كان في جمهور للنادي الاهلي كمان بره. لا. ما دخلش. ليه؟ المدرجات مليانه، الشرطه ما لهاش ذنب انها تدخل عدم دخول الناس. المدرجين مليانين. يعني فاهمني سعادتك دي نمره واحد. نمره اتنين بقى الناس اللي اتقبض عليها النهارده، يعني اتقبض على حوالي 30 واحد من مشجع. نعم. منهم 2 لعيب مرتبط يعني بعد المباراه سعادتك اتاخدوا من ضمن المشجعين اللي هم بيقولوا عليهم كسروا الدنيا. لا دول ما كسروش الدنيا، دول اتاخدوا من جوه النادي الاهلي سعادتك. ناس لابسين فلنادي الزمالك فاتاخدوا من جوه النادي الاهلي. ده بيحصل، ده بيحصل، لان اللي عملوا الشغل سعادتك جروهم لحد اتحاد الكوره. يعني اللي انت بتقول عليهم يا كابتن حماد عندنا في اللقطات بالفعل شفناهم، وشفنا المنظر هم لما كان بيجي الشرطه تمسك حد من الولاد بتوع الالتراس، كان دول بيحاولوا يجروا يسلكوهم ويشدوهم وحاجات، يعني 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 اشتبكوا مع مع الشرطه وما تاخدش منهم حد. شوف بقى الكلام اللي هنا، والله العظيم يا كابتن مدحت، والله ما تاخد واحد من اللي كانوا بيجروا دول خلاص، لان كان اللي يتمسك منهم بيتخلص. الجمهور برضو بيخلصوا من الشرطه، لكن اللي اتاخد هم الناس اللي واقفين. عارف ليه يا كابتن حماده؟ عارف ليه؟ واحنا مصورينها برضو، نزلوا من غلايات حمام السباحه، يعني لقوا منفذ ينزلوا منه. هي انا بص يا كابتن حماده، يا كابتن رؤوف، انا عايز يعني اختم هذا الحديث. انتوا الاثنين قلتوا وجهه نظركم كامله، وانا وجهه نظري الشخصيه، هو كابتن رؤوف بيقول جرت العاده و الاخر ان الجمهور بيجي في اخر لحظه ويخش بتاع مسألة ببلاش، دي مسألة في إن شاء الله تعمل تذكرة بجنيه واحد، لكن لازم 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 إن أنت حضرتك المدرجات دي بتشيل قد إيه؟ بتشيل 10,000. أنت يا كابتن ليك في ذمتنا 3,000 تذكرة، لأن هو نادي صاحب الملعب. اتفضل عايزهم، اتفضل دول ب 3,000 جنيه خدوا، حيث توزعهم. لما يجي واحد يخش بالتذكرة بتاعته أتصور إن الأمر هيختلف. لكن الشرطة كمان أحيانا بتلاقي هوجة داخلة مرة واحدة، ممكن شماريخ اتضربت، ممكن كذا ممكن كذا. الشرطة بتخاف على الناس، لأن برضو الناس في ناس بتموت. ما في زملكاوي مات قبل كده في ماتش أعتقد كرة سلة، ولا غلط يا كابتن حمادة؟ مش في واحد اتحرق السنة دي؟ في واحد اتولع في نار، وإحنا عندنا لو وزعنا اللقطات دي هنولع نار في الدنيا كلها. فيعني شيء مؤسف اللي حصل بشكل عام. أنا برضو شايف إن الترتيب كان لازم يتم بالشكل اللي انا اقترحته ده، ان كان لازم يبقى فيه طبع تذكرات بالمجان خالص. دي تهريج، دي تهريج. اعمل يا سيدي ان شاء الله بجنيه، ان شاء الله بجنيه، عشان يبقى انت حاجز لي ان شاء الله الماتش كله يبقوا فاضيين، دول بتوعي مالكش دخل بيهم. الزمالك هتشتري كام؟ 2000 تذكره. هات يا سيدي 2000 جنيه، 3000 ب 3000 وخلاص على كده. ولما يجوا كل واحد يدوا التذكره بتاعته زي ماتشات الكوره تخش. لكن الحبل بالنابل بقى بالناس اللي انتوا عارفينهم، بي 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 بي، الشرطة كمان بتخاف أكيد على الناس.